ومبسوط جدا بحاله الاحتفاليه اللي احنا فيها بالمسرح وبالعروض المسرحيه. ومصر زي ما بيقولوا ولاده طول الوقت، وكيرف المسرح في الطالع، وفي مواهب. انت بتفرح لما بتشوف مواهب، وبتشوف مواهب في الفرقه الحره كمان، بتنبسط وبتبقى سعيد. والف مبروك لكل اللي خدوا الجوائز النهارده. احنا بنبارك لك المسرح الكوميدي. الله يبارك فيك، ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك. والله يا رب ما يبقاش كده، بس ان شاء الله يعني باذن الله يبقى في توازن ما بين كده وكده يعني باذن الله. انا لسه ما بقاليش 48 ساعه، انا لسه لا، انا فرحان طبعا، لان ده شرف ليا وشرف لاي حد ان هو يكلف بال 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 بالمنصب دوت. ولكن السعاده بتاعتي اكتر ان هو كوميدي. فانت يعني يا رب، يعني الواحد بتبقى في دماغه احلام كتيره نفسه يحققها، ونفسه يعمل مسرحيات كتيره وشغل كتير وشوهات كتيره مسرحيه. فيا رب يا رب يا رب اقدر اعمل كده، وبقى عند حسن ظن الناس، ونرسم البسمه على وشوش الناس يا رب. نتيجه اي عمل حتى لو مشهد واحد يرسم البسمه على وشوش الناس. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك. حتى الفتره الاخيره كده كلمنا عنه برضه، يعني كم عمل كده ظهرت. الحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا في الاول وفي الاخر، الحمد لله رب العالمين. هو اهم حاجه بس بالنسبه للمسرح، ان فكره عوده النجوم واصحابي واصدقائي وحبايبي الفنانين النجوم بتوع المسرح، ان هم يرجعوا يعملوا مسرحيه لمسرح الدوله الكوميدي اللي هو هويته كوميديه، مش ما بندعيش عليه في حاجه، ويبقى الجمهور بتاع المسرح الكوميدي ينولوا نصيب ان هو يتفرج عليهم لايف. وفي الاول وفي الاخر هي بتبقى ثقافه النجم نفسه. يعني بحترم كل نجومنا اللي نزلوا المسرح. يعني استاذ ماجد الكدواني نزل في اوج مجده، نزل عمل مسرح في بيتنا شبح، وعمل الاسكافي ملكا. النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني نزل عمل كينج لير. سامح حسين حاليا موجود في المسرح الكوميدي في اسكندريه في الليسيه. هي بتبقى ثقافه النجم نفسه. يا رب يا رب يبقى عندنا نجومنا الكوميديانات اللي هم منورين الدنيا في كل حته في الدنيا، عندهم استعداد لدوت، وان شاء الله هجيبهم باذن الله، بس بالطريقه يعني. 16 بعد الكوميكسات من اللي عرضت حضرتك من موجه كوميدي زمان، يعني كلمنا عن الذكريات دي، كانت بدايات تقليد والله من اجمل الذكريات. وكانت القناه دي كانت عباره عن شباك، هو اللي طليت منه على الناس، والناس استوعبوني وضحكوا وانبسطوا. ويا رب يا رب دوام الضحكه كده على قلوب في وشوش الناس، ويبقى يعني نعمه كبيره قوي ان من عند ربنا ادخال السرور على قلوب الناس، ده حاجه مهمه قوي قوي قوي.